السلام عليكم. ان شاء الله اليوم راح نبدا في ثاني موضوع معنا في هذا التشابتر. في البدايه بدنا ناخذ مثال ونبني عليه موضوع هذا التشابتر. لو نفرض انه انا عندي حكيت اكس تربيع زائد 4 يساوي 0، حكيت لك هذا الفانكشن بدي تحلل لي اياه، تمام؟ اذا اكس تربيع زائد 4 تساوي 0، بدي احله. شو بدي اعمل؟ باجي بكل بساطه بحكي بدي اطرح من هون 4 وبدي اطرح من هون 4، راح تصير اكس تربيع وتساوي ماينس 4، تمام؟ بعد هيك عشان اخلي اكس لحالها شو اعمل؟ باخذ سكوير روت للطرف هذا وسكوير روت للطرف هذا. هلا التربيع مع الجذر بتروح فبتصير اللي هي اكس وتساوي بلس او ماينس لا سكوير روت للماينس 4. هلا احنا شو كنا نعمل؟ كنا لما اشوف اشي ماينس جوا السكوير نوقف، ما نعرف شو نعمل، تمام؟ هلا لا بحكي لك بكل بساطة، لما يكون عندي أنا زي هيك جذر، تمام، جذر وجواته في ماينس، خد جذر الماينس 1 وحط بداله جي أو أي، تمام؟ إذا يا إما جي يا إما أي. طيب إذا شو بصير؟ إكس يساوي زائد إيش؟ اللي هو جي سكوير روت للفور، إكس 1 طبعا هاي، إكس 1 يساوي بلس جي اللي هو 2 جي، تمام؟ طيب اكس 2 شو تساوي؟ اللي هي ماينس جي 2. طيب هذا الاشي او هذا احنا هذا الجي او الاي هاي احنا بنسميها الايش؟ الايماجينري اللي هو ايماجينري نمبر او رقم تخيلي، تمام؟ اذا اسمه ايماجينري نمبر. طيب هلا هذا الهان راح ينبني عليه هذا التشابتر اللي هو الايماجينري نمبر، راح ينبني عليه هذا التشابتر والتشابتر الجاي، وراح ينبني عليه اغلب موادنا في الكهرباء، في تخصص الكهرباء او في حتى سيركت 2، تمام؟ طيب هلا شو هي خواص هذا ال هذا الشيء اللي هو لما انا احكي انه جي تساوي سكوير روت للماينس 1، اذا هاي خلاص قاعده صارت عندنا، جي تساوي سكوير روت للماينس 1. طيب لو اول اشي انا مثلا لو حكيت بدي اجي اعمل جي تربيع شو تساوي هاي؟ بكل بساطة تحكي لي هي نفسها اصلا اول اشي هي عبارة عن على جنب تحكي لي هي عبارة عن جي تساوي سكوير روت للماينس 1، هي نفسها سكوير روت للماينس 1 وربع لي، تمام؟ فبتصير السكوير مع الجذر بتروح وبتصفي ماينس 1. اذا نقطة جدا مهمة، إذا J سكوير تساوي كم؟ ماينس 1، تمام؟ طيب هلا تاني إيش؟ تاني شغلة، لما أنا مثلا أحكي حكيت لو هاي أول نقطة، تاني نقطة إيش أحكي؟ J قوة 4 مثلا، تيجي تحكي إنه J إيش في الأصل؟ تساوي سكوير روت للماينس 1، صح؟ هلا تيجي نحط هيك، صح؟ هاي سكوير روت للماينس 1 قوة 4. هلا انا بعرف انه الجذر هو ايش؟ جذر الاكس ايش هو على الهامش؟ جذر الاكس هو عباره عن اكس باور نص، صح؟ فبالتالي هو تساوي ماينس 1 قوه نص في كم؟ في 4، فبتصير ماينس 1 ال 4 على 2 2 بيطلع ماينس 1 قوه 2 فبتصير 1. اذا جي هاي نقطه ثانيه مهمه، جي قوه 4 تساوي كم؟ 1، تمام؟ طيب ناخذ كمان خاصية له. هلا لما يكون عندي مثلا نيجي ناخذ مثلا لما يكون عندي رقم كونستنت اكس مثلا، لو نفرض انه كان اكس، تمام، ومقسم على جي، يعني عدد ريال هذا احنا بنسميه او عدد حقيقي اللي هو مثلا 5 6 7، وهون ايش عندي؟ ايماجينري يعني جي. شو بدي اسوي؟ كل بساطة تحكي انه هاي عبارة عن x في j بس ايش؟ بس هون في ماينس، اذا ماينس x في j وطلع ال j فوق بتصير ايش؟ ماينس. يعني بعبارة اخرى انه 1 على j، تمام، 1 على j تساوي هي نفسها ايش؟ ال ماينس j، تمام؟ اذا 1 على j تساوي ماينس j. طيب ناخذ كمان اشي، هلا لما انا اجي اضرب j في j شو راح يصير؟ بكل بساطة بتحكي لي هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن تساوي ماينس 1 في ماينس 1، صح؟
طيب هلا انا بعرف انه الجذر هو ايش، مثلا ماينس واحد قوة نص في ماينس واحد قوة نص، وانا بعرف انه في حالة الضرب تجمع الاسس، فبتصير ماينس واحد قوة نص في ماينس واحد قوة نص، فايش بصير ماينس واحد قوة، اجمع الاسس نص ونص واحد، اذا هي نفسها ماينس واحد، اذا لما اجي اضرب جي في جي هي نفسها الماينس واحد، تمام، او هي نفسها اصلا الجي سكوير، تمام. طيب ناخذ كمان شغله، انه لما يكون مثلا انا عندي هذا زي هيك اكس زائد اكس جي، تمام، اكس زائد اكس جي، شو هاي، هذا احنا بنقسمه لقسمين، هذا الجزء، تمام، هذا الجزء احنا بنسميه imaginary part اللي هو الجزء التخيلي، وهذا اللي هو الريال بارت يعني الجزء الحقيقي او الرقم الحقيقي فعلا يعني حيكون 5 6، تمام. انا هون بقدر ايش اسوي، اخذ مثلا الاكس هاي عامل مشترك فبتصير 1 زائد جي، تمام. طيب هلا عندنا احنا في عندنا راح يكون عندنا 3 صيغ لهاي الايماجينري نمبر، في احنا هاي الماده راح نستخدم 3 او يعني 3 طرق من التعبير عنها، اللي هم ايش، عندنا ريكتانجولار فورم، ريكتانجولار فورم، ثاني طريقه اللي هي البولر فورم، بولر فورم، واخر طريقه اللي هي ايش، اكسبوننشال، اكسبوننشال فورم، تمام. طيب هلا اول نجي على اول طريقه، هاي الاولى هاي الثانيه وهاي هي الثالثه، بدي اشوف انا اول طريقه شو هي ريكتانجولار فورم، تمام. اذا ريكتانجولار فورم، واحد ريكتانجولار فورم، طيب كيف حيكون شكلها، هاي عباره عن اكس، تمام، اكس زائد جي الواي، شو يعني، لو نفرض انه هاي مثلا زد تساوي اكس زائد جي واي، حكينا انه هذا الجزء هو ريال وهذا الجزء اللي هو ايماجينري، تمام. بدي اجي انا ارسم هذا الريكتانجولار فورم، بدي ارسمه، فايش حيصير، راح يكون زي هيك وزي هيك. هلا من الرسم هاي راح انا استنتج اللي هو ثاني اشي راح اسميه البولار فورم، تمام. طيب هلا هاي عبارة عن ايش، لينير خط زي هيك، تمام، إله مقدار، تمام، هاي هون واي وهون اكس، اوكي. طيب هلا هون حيكون عندنا الواي حتكون هون مثلا 0، هون 1 جي، هون 2 جي، هون 3 جي، والى اخره. هون حيكون عندنا ايش اللي هو الاكس، تمام. طيب هلا شو بدي اسوي، انا لو بدي اطلع اللي هو قيمة هذا او طول هذا الخط اللي هو هذا، من هذا من هون لهون، طلع طول هذا الخط، شو بدي اعمل؟ بدي اسمي لو افرض انه هذا ار، تمام؟ بكل بساطة راح استخدم فيثاغورس، ليش؟ لانه عبارة عن جاي على شكل مثلث، صح؟ تمام؟ إذا ار شو تساوي حتكون؟ ار تساوي واي سكوير، طبعا هي ار سكوير عشان فيثاغورس، ار سكوير تساوي واي سكوير زائد اكس سكوير، خذ سكوير روت عشان تروح السكوير هون، ار تساوي سكوير روت للواي سكوير زائد اكس سكوير، تمام؟ طيب، هلا هاي ايش؟ هاي هي الار اللي هون، اللي هو طول هذا اللي هو الخط، تمام. طب ايش الواي، هي نفسها هيها، والاكس ايش هي نفسها هاي، طبعا الواي هي بدون الايماجينري، تمام. طيب هلا وبلاحظ شغله، انه انا عندي هون شو في زاويه، تمام، في هاي الزاويه، كيف اطلعها؟ بكل بساطه بحكي لك انه ثيتا تساوي، هلا في عندك اكثر من طريقه، بس بدل ما انت تعتمد على اللي هو الار اللي انت راح تطلعها من ها من هون، لا اعتمد على الاشياء المعطاه معك اللي هي الاكس والواي، فبحكي لك بكل بساطه اعمل تان انفرس للاكس للواي على اكس، تمام، اللي هو مقابل على مجاور واي على اكس، تمام. طيب هلا كيف حيكون شكل البولر فورم؟ بكل بساطه راح نحكي انه الزد تساوي الار في انه هون الزاويه، يعني حطيت هون الريال، هون الاسف الار، تمام، اللي هو طول الخط هذا او الماجنيتود لإله، تمام، وهون ايش الزاويه هاي، تمام. طيب ناخذ اخر صيغه اللي هي الاكسبوننشال فورم، كيف حتكون؟
هتكون عبارة عن اللي هو الزد تساوي اللي هو الريال هاد للأسف الماجنتيود اللي هو ار، انا طلعته واي سكوير زائد اكس سكوير في اي تو باور جي الثيتا. هاي هي الاكسبوننشال فورم، يعني راح اجي اطلع الزاويه من خلال هاي ثاني الانفرس الواي على اكس تمام، واحطها اي تو باور جي الثيتا، وعندي هون اللي هو الار تمام. طيب هلا نيجي بس على البولر فورم، احنا رسمناها كان كيف شكلها زي هيك صح، عبارة عن هاي هاي ار وهون في عندي ثيتا. طيب شو بدي اسوي؟ بدي اجي اعمل هون عندي هاي طول، هاي طولها واي وهاي من هون لهون طولها اكس تمام. شو بدي اسوي؟ بدي اطلع اكس. لو انا مثلا معطيني مثلا او هو معطيني واي تساوي او لا اسف زد تساوي معطيني على شكل بولر زد تساوي ار وثيتا، انا بدي احول من البولر لايش؟ ل الريكتانجولر فورم. اذا صار عندي طرق تحويل اللي هي احول من الريكتانجولر، من الريكتانجولر لا البولر، ومن البولر بقدر احول لا الاكسبوننشال. هلا انا بس بطريقه احول من البولر لا الريكتانجولر، كيف؟ بكل بساطه عندي الزاويه معطيني الزاويه ومعطيني ار. هلا انا بتذكر انه الساين الثيتا تساوي اللي هو المقابل الواي على الوتر اللي هو ار. هلا الزاوية معي وار معي بتطلع واي تساوي كم؟ اللي ار ساين الثيتا تمام. اذا اذا انا بطلع واي شو بسوي؟ اللي هو انا معي ار وباخذ ساين الثيتا، ساين الثيتا اللي معي تمام. طيب هلا باجي هون الكوساين، انا بعرف انه كوساين الثيتا تساوي اللي هو مجاور اكس على وتر اللي هو ار، فبتصير بطلع انا اكس تساوي ار كوساين الثيتا. اذا انا بطلع اكس ما علي غير اضرب الار تمام اللي هي هاي في الزاويه اللي في كوساين الزاويه اللي معطيني اياها تمام. طيب هلا لو انا اجيت تمام عوضت هون وين اعوض هون شو اسوي؟ باجي بحكي زد تساوي اللي هي الاكس هيها اللي ار كوساين الثيتا زائد اللي هو ار ساين الثيتا تمام، ار ساين الثيتا. بس ايش فعليا انا منقصني؟ منقصني هون اللي هي الجي تمام. هذا بصير برجع للريكتانجولار، انا ايش ريكتانجولار فورم على هذا الشكل تمام. طيب نيجي نشوف خواصهم. اذا بس قبل نعمل ملخص سريع، اذا عندي انا قادر احول من على السريع منه لما ريكتانجولار فورم، ريكتانجولار فورم بقدر انا احول من ريكتانجولار لا ايش؟ لا البولر. شو بعمل؟ هتكون ار تساوي سكوير روت للواي سكوير تمام زائد اكس سكوير، والثيتا تساوي تان انفرس للواي على اكس تمام. بعدها راح احكي زد مثلا تساوي اللي هو ار وزاوية هون ثيتا تمام. طيب هذا ايش؟ ريكتانجل حورته للبولر. البولر انا بقدر اطلع من خلاله الاكسبوننشال اللي بيكون زد تساوي ار في اي تو باور جي ثيتا. هاي اللي ايش؟ الاكسبوننشال تمام. وانا بامكاني احول من هاي للريكتانجولار، كيف؟ من خلال اطلع اللي هو الاكس تساوي ايش؟ اكس تساوي اللي هو ار كوساين الثيتا، وواي تساوي ار ساين الثيتا تمام. وايش؟ اطلعها بشكل ريكتانجولار زد تساوي اللي هي اكس زائد جي الواي تمام، او من هاي اعوض هون مباشره بنفس الطريقه هاي تمام. طيب هلا نرجع الخواص تبعون اللي هو تبعون ال الايماجينري، الايماجينري نمبر. طيب عندي لو افرض انه عندي زد 1 تساوي ار 1 بزاويه ثيتا 1، او هي نفسها اكس 1 زائد جي واي 1، وزد 2 تساوي ار 2 بزاويه ثيتا 2، وتساوي هي نفسها اكس 2 زائد جي واي 2 تمام. هذا اللي هو البولر، وهذا الريكتانجولار فورم تمام. طيب شو بدي اعمل هلا؟ انا اول خاصيه للايماجينري شو هي؟ اللي هو الادشن او الجمع.
هلا انا قادر اني اجمع تو imaginary number يعني z1 زائد z2 تمام وتساوي. لو بدي اجمع z1 وz2 شو بدي اسوي؟ بحكي لك بكل بساطة. هلا شو بتسوي؟ بتجمع x1 وx2 لحال بصير x1 زائد x2 تمام زائد j في y1 زائد y2. انا بكون طلعت ايش؟ اللي هو rectangular form تمام. طيب هلا ثاني خاصية اللي هي ايش؟ اللي هي subtraction. subtraction اللي هي ايش؟ الطرح. لو احكي مثلا على z1 ناقص z2 شو بدي اعمل؟ باجي نفس هاي الفورمولا حتكون ايش؟ بس هون ناقص x1 ناقص x2. رح انا اطرح الريال لحال والايماجينري لحال. هاي هدول الريال زائد j في y1 ماينس y2 اللي هو هذا ايش البارت؟ هذا الايماجينري تمام؟ طيب عندي الخاصية الثالثة اللي هي المالتيبليكيشن او الضرب. طيب هلا بالنسبة للضرب شو بدي اسوي؟ لو انا حكيت z1 ضرب z2 شو بتصير؟ هلا باجي بتصير لو انا اجي هون على اذا بطلع انا في الريكتانجولار فورم باجي بحكي x1 زائد jy1 هذا بدي اضرب في x2 زائد jy2 تمام؟ بكل بساطة بضرب هاي في هاي وهاي في هاي فبتصير وتساوي x1 x2 زائد اللي هو jy2 x1 هاي في هاي بعديها زائد jy1 x2 ضربت هاي في هاي. هسه ايش حتكون هاي؟ حتكون هاي جي في جي ماينس حتكون صح؟ ماينس واحد لانه جي في جي ماينس واحد تمام؟ فبالتالي y1 y2 بعدين شو راح اعمل؟ راح احط اللي هو ريال لحال والايماجينري لحال. فبالتالي x1 x2 ناقص y1 y2 زائد حتكون جي في اللي هو y2 x1 زائد y1 x2 تمام؟ وهذا البارت احنا حكينا له الريال وهذا الايماجينري تمام. طيب هلا لو انا مثلا عندي كان كل بولر وبدي اختصر حالي شو بسوي؟ مثلا لو كان z1 وz2 تساوي اللي هي عباره عن r1 بزاويه ثيتا مضروب في r2 بزاويه ثيتا 2 شو بسوي؟ بكل بساطه بحكي له اضرب r1 في r2 r1 r2 واجمع الزوايا بس لي ثيتا 1 زائد ثيتا 2 تمام؟ طيب هلا بالنسبة للقسمة تمام؟ هلا نيجي على القسمة. هلا اللي هي هاي الخاصية الرابعة اللي هي الايش؟ الديفيجن تمام؟ الديفيجن. طيب هلا بالنسبة للقسمة z1 لو نفرض انه z1 على z2 شو حتصير؟ هلا z1 على z2 وتساوي هلا بكل بساطه ايش بسوي؟ هلا مش هون احنا لما كان البولر شو سويت؟ جمعت البولر صح؟ جمعت البولر لحال اللي اسف الزوايا لحال وضربت ايش؟ ضربت اللي هو الماجنتيود لها. فبالتالي انا شو راح اعمل؟ نفس الشيء راح اقسم الماجنتيود واطرح الزوايا ثيتا 1 ناقص ثيتا الثاني تمام؟ يعني قسمت انا الماجنيت الاول على الماجنيت الثاني ويشرحت لي الزوايا تمام؟ طيب اللي هي الخاصيه الخامسه اللي هي الريسبريكال او الخاصيه التبديليه اللي هي الريسبريكال. طيب يعني واحد على زد تمام؟ شو حتصير؟ يعني واحد على زد واحد مثلا حتكون هي نفسها وتساوي واحد على اللي هي R1 بزاوية ثيتا 1 صح؟ طيب هلا شو راح تصير هاي؟ هي نفسها واحد على R1 تمام؟ وبزاوية ايش؟ ماينس ثيتا. يعني إذا أنا بطلع الزاوية من تحت من المقام للبسط بس بغير إشارتها تمام؟ طيب آخر إشي اللي هو ايش؟ بدي أعمل كونجكت كومبلكس تمام؟ كومبلكس كونجوجيت اللي هو المرافق. شو بدنا نعمل؟ هلا مثلا لو انا حكيت z1 كونجوجيت هلا هاي احنا نحط هون ستار يعني ايش؟ انه كونجوجيت بدي اعمل. فمثلا احنا حكينا x1 زائد jy1
بدي اعملها كونجكت صح؟ شو بدي اسوي؟ بس باخذ استشاره هذا الايش؟ الجزء، فبصير اكس 1 ناقص، هاي كانت زائد حتصير ناقص جي واي 1 تمام؟ طيب هلا هيك خواص ال خواص انتهت، بس في كم نقطة جدا مهمة تمام؟ هلا لو مثلا انا عندي في اوف تي تساوي تمام؟ هلا انا بدي اربط هذا الحكي تمام؟ في الشيء الماضي اخذناه اللي هو لما يكون عندي مثلا كوساين تي، كيف انا بدي احول مثلا من التايم دومين للكوساين تي او ساين تي للايماجينري للايماجينري او الفيزر دومين تمام؟ طيب هلا في اوف تي تساوي في ماكس كوساين ال اوميجا تي اللي هو ناقص او زائد ثيتا تمام؟ هلا متذكرين شو حكينا؟ انه هذا الامبليتيود او البي ماكس هاي الانجلر فريكونسي هاي ايش؟ الفيز شيفت تمام؟ هذا احنا بنسميه لما يكون زي هيك هذا بنسميه تايم دومين. طيب هلا انا بدي احول هذا لايش؟ ل اللي هو فيزر دومين، احنا بنسميها فيزر دومين او ايش؟ البولر زي هيك. شو بعمل؟ بكل بساطة بحكي في تساوي اللي هو الفي ماكس اللي هي هاي في زاوية ثيتا اللي هي يعني هاي، بنزل ثيتا زي ما هي وبحط الفي ماكس زي ما هي تمام؟ شرط مهم جدا انه عشان انا اعمل احول من التايم دومين للبولر انه تكون هاي ايش؟ هاي تكون كوساين وتكون هون ايش؟ موجبة. هاي شرط جدا اساسي، اذا لازم يكون عندي كوساين وهون ايش؟ موجب مش سالب تمام؟ طيب بالتالي انا قادر المشتقة احولها ل المشتقة انا قادر احولها ل imaginary. فبتصير مثلا لو انا حكيت dv over dt ايش حتصير؟ حتصير j في اوميجا في v، v اللي هي الفولتج، اوميجا اللي هي الانجلر فريكونسي تمام؟ جي اللي هي ايش؟ اللي هي العدد التخيلي تمام. طيب هاي ايش؟ المشتقة هاي بالتايم دومين انا حولتها للفيزر دومين تمام؟ طيب هلا مش التكامل في دي تي تمام؟ كيف حتصير بالفيزر دومين؟ حتصير عبارة عن الفي تمام؟ على جي اوميجا. حكينا الجي اللي هي ايش؟ اللي هي الايماجينري نمبر وهاي الاوميجا الانجولار فريكونسي تمام؟ طيب هيك خلصنا يعني ابرز الاشياء في هذا التشابتر، وصح التشابتر جدا مهم يعني وجدا ممتع وجدا سهل تمام؟ طيب هلا بدنا ناخذ اكزامبل على اللي اخذناه مثلا اكزامبل. طيب بحكي لي ايفالويت يعني احسب لي. عندنا اول اشي زد تساوي 6 بزاويه 50 على 5 ناقص 4 جي كونجوجيت زائد 3 بزاوية 20 وضرب 2 بزاوية ماينس 30. شو بدي اعمل؟ هلا في عندك طريقتين، اذا معك كالكوليتر خلاص حلت مشكلتك تمام؟ راح انا اعمل فيديو ان شاء الله لكيف استخدم الكالكوليتر لحل زي هيك في الايماجينري تمام؟ بس احنا راح نحل اليوم هاد الاكزامبلز هدول في يدويا تمام؟ طيب شو بدي اعمل؟ باجي بحكي لك. طيب شو بدي اسوي؟ هلا عندي هاي كونجوجيت صح؟ بحكي لك زد تساوي. هلا انا بفضل في البدايه احول هاي لا خلص اخلص من الكونجوجيت، بعديها احول هاي من البولر لا من البولر لا الريكتانجولر، بعديها اجمع حاد مع حاد، بعديها احول الشيء اللي بيطلع معي لا ريكتانجولر لا اسف لبولر، بعديها ايش؟ هلا صار عندي هون محاي قسمه، بعدين يعني بيطلع معي راح اضرب هاي تمام. نجي نشوف شو راح نعمل. اذا 6 بزاويه 50 راح تضلها زي ما هي على 4 ماينس جي حتصير اسف 5 ماينس 4 جي حتصير 5 بلس 4 جي. طيب هلا زائد 30 جي بدي احولها 30 اسف 30 بزاويه 20 بدي احولها لايش؟ لريكتانجولر. حكينا هاي ايش؟ ار. اذا بطلع اكس، اكس تساوي ار كوساين الثيتا صح؟ طيب x تساوي r كم؟ 3 كوساين 30. طيب والواي شو تساوي؟ الواي هي عبارة عن r 3 في ساين ال 30 تمام؟ اللي هي 3 في كوساين ال 30 3 ضرب
كوساين في 30 تطلع اللي هو 2.5 تقريبا. اذا هاي 2.5 تقريبا، هاي 30 من 20. طيب هاي 30 الحين نحطها، تمام مش 20، ماشي 2.5 تقريبا. وهون اللي هي بتطلع 3 تقسيم نص تطلع 6 صح؟ اسف 1.5 يساوي 1.5 تمام؟ طيب اذا هي انا طلعت x يساوي 2.5 y تساوي 1.5. هلا شو بسوي؟ مباشرة بعمل بحكي انه تساوي هاي عبارة عن 2.5 زائد j 1.5. باجي امسك هاي وين بحطها؟ بحطها هون، اذا زائد 2.5 زائد j 1.5 تمام؟ هذا الحكي مضروب في كم؟ مضروب في 2 بالزاوية ماينس 30 صح؟ تمام. هلا باجي بحكي z تساوي اللي 6 بزاوية 50 على، هلا اجمع هذول 7.5 بصير 7.5 7.5 زائد اللي هي هاي مع هاي تطلع 5.5 تمام، مضروب 2 بزاوية ماينس 30. حول هذا لايش؟ ل هون في جي، حول هذا الحكي ل بولر، فبتصير ار يساوي سكوير روت لل 7.5 تربيع زائد 5.5 تربيع ماشي. وطلع الثيتا تساوي تان انفرس لا ايش الواي اللي 5.5 على 7.5 تمام. طيب خلينا نطلع الار اللي بعمل سكوير روت لل 7.5 تربيع زائد اللي هي 5.5 تربيع، تطلع كم؟ تطلع 9.3 تقريبا. اذا زد تساوي لي 6 بزاويه 50 وهون ضرب 2 بزاويه ماينس 30 على كم اللي هي هيش طلعنا R اللي هي 9.3 وبزاوية كم؟ اللي هي بعمل Shift Tan Inverse بصير 5.5 تقسيم 7.5 تطلع ل 36 تمام؟ طيب هلا شو بسوي؟ بذاكر خاصية القسمة اني بطرح الزوايا وبقسم عند الماجنتيود، فبصير Z تساوي اللي هي 6 تقسيم 9.3 فبتصير هاي 6 تقسيم 9.3 تطلع 0.6 تقريبا وبزاوية. هلا هاي 36 50 ناقص 36 كم؟ اللي هي بتطلع 14 صح؟ تمام؟ ضرب 2 بزاوية ماينس 30. طيب هلا هاي ايش؟ هاي صار الضرب، هذا الضرب حكينا ايش؟ عادي بضرب هاي مع هاي وبجمع الزوايا، فبتصير 0.6 ضرب 2 1.2 في كم؟ ماينس 30، هاي ماينس 30 صح؟ وعندنا 14 فبتصير كم؟ 6 16 ماينس تمام؟ إذا هاي زد بالبولر 4 تمام؟ يعطيكم العافية.